تحول إلى تل أبيب مع دانا أبو شمسية. دانا بعيدا عن موجة التصعيد التي قام بها بن غفير وأحد أقرانه صحبة أكثر من 2000 مستوطنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك هذا اليوم، الولايات المتحدة توفد عاموس هوكشتاين إلى المنطقة لتبريد الجبهة الشمالية لإسرائيل، لعلها سترسل كذلك أنتوني بلينكن في المرحلة الآنية لتل أبيب، وهي كذلك سترسل بريت ماكجورك مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط. هل من إشارات، هل من دلائل تقولها حكومة بنيامين نتنياهو بأنها ماضية في الاستجابة لما تعلنه الولايات المتحدة بأنها ضرورة الذهاب إلى وقف التصعيد؟ هذه الإجابة الأصح، بأن الحكومة الإسرائيلية تحاول إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية وتقول لها بأننا نستمع إلى ما تمليه علينا، بأنك تضغطين على الحكومة الإسرائيلية لإتمام هذه الصفقة. وإسرائيل حينما أعلنت في بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء بأنها سترسل وفدا إلى العاصمة القطرية الدوحة أو إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد البيان الثلاثي المصري القطري الصادر أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، كأنها تقول بأن إسرائيل لا تعرقل إتمام هذه الصفقة، ولربما هذه أيضا محاولة لإرضاء الشارع الإسرائيلي الذي يضغط للقبول في هذه الصفقة، سواء من التظاهرات سواء من البيانات الصادرة من عوائل المحتجزين، أو حتى لتجنب أصابع الاتهام التي تشير حتى التقارير الإسرائيلية. قبل قليل كان هنالك تقرير لافت عبر المواقع الإسرائيلية بأن نتنياهو هو من يعرقل إتمام الصفقة بتزمته في الشروط الجديدة التي أضاف، ولا سيما هنالك ربط أيضا وتماهي مع ما تحدث به وزير الدفاع الأمن يوآف جالانت أمس بأن إسرائيل هي من تعرقل إتمام الصفقة، وبأنه لا ضير من الانسحاب من محور فيلادلفيا إذا ما تم الحديث عن تمرير المرحلة الأولى من الصفقة، أي أن يجب أن تدفع أثمان في هذه الحرب حتى وإن كانت لصالح حركة حماس على حد تعبيرهم أو لصالح الوسطاء التي تضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول في هذه الصفقة. هذا يأتي أيضا في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لصد الهجمة الإيرانية أو هجمة حزب الله كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتقدر بأن تكون هذه الضربة قبل يوم الخميس الوقت المحدد لإرسال الوفد الإسرائيلي لوضع الإطار التفاهمي الجديد أو حتى الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. ولربما هذا ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو الترويج إليه خلال ذهاب الكنيسة الإسرائيلية في عطلتها الصيفية ومحاولة تبرير صفقة التبادل خوفا من أن يكون عليها اعتراضات من قبل إتمار بن غفير وسموتريتش، وهذا ليس في البعيد، ولأن اليوم خلال الزيارة كما يقول أو خلال اقتحام إتمار بن غفير للمسجد الأقصى كان قد وجه رسائل سياسية إلى بنيامين نتنياهو، حتى وإن كانت الكنيسة قد خرجت في العطلة الصيفية، فبأن موقف إتمار بن غفير وسموتريتش أي اليمين المتطرف لم يتغير وهو رفض هذه الصفقة. لذلك بنيامين نتنياهو إما يحاول إرضاء هذا اليمين المتطرف وإقناعهم بالقبول في هذه الصفقة، وإما تمرير هذه الصفقة في الأيام القادمة في مرحلتها الأولى حتى لا يكون هنالك ضغط أكثر من الولايات المتحدة، وهنالك لربما مقايضة على استمرار هذه المساعدات والذخائر العسكرية التي تصل إلى إسرائيل مقابل القبول في هذه الصفقة ومقابل تهدئة في الشرق الأوسط من خلال تحديد أو تضييق نطاق الرد سواء من إيران أو من حزب الله. وهو الحديث عن أن إسرائيل أو حكومة بنيامين نتنياهو هي التي تعطل إتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين وبالتالي وقف إطلاق النار، لم يكن فقط على مستوى التقارير الإعلامية، وإنما كما أشرت يوآف جالانت بالأمس أعلن ذلك وأضاف أن تحقيق ما يسمى النصر المطلق على الفصائل أو على قطاع غزة يبدو أمرا بعيدا المنال. دانا أبو شمسية مراسلتنا من تل أبيب، أشكرك شكرا جزيلا.